صباح الخير. من الحاجات السهلة واللي بتستوي بسرعة وخصوصا في الفطار بيكون نوع من أنواع التوت، إذا كان مجمد أو إذا كان طازة. عندنا هنا التوت الأزرق والتوت الأحمر، دول ممكن أحط عليهم شوية صغيرين هنا من اللي هو مظهر أو مورد، بيدوا لهم طعم ونكهة مختلفين، شوية من السكر بيكونوا كافيين إن دول هيبقوا السائل. ممكن أنقع دول قبلهم، أو لو تخيلت إنهم مجمدين يبقى مش محتاج أضيف لهم أي سائل. دول اللي بستعملهم علشان احطهم في قلب كوبايات وادخلهم الفرن. طبعا لو عايزين ناكلهم كده ممكن يتاكلوا كده، لكن احنا عايزين نعملهم حاجه دافيه وتبقى ظريفه، اذا كان خصوصا لو الجو كان بارد شويه. نحط شويه هنا وشويه هنا، واذا كان في اي سائل بنضيفهم عليه. وبعدين بنيجي نقول ايه الحشو اللي انا عايز اعمله، او ديت اذا كانت هتتعمل دافيه عايز احط عليها شويه من العجينه. لو عندي كيك قديم بكسره وبحطه، او لو عايز انا اعمل حاجه شبه الكيك القديم ممكن اجيب شويه صغيرين من الشوفان، شويه صغيرين من الدقيق، مش كتير، يا دوبك حبه صغيره من الدقيق، شويه صغيره من الشوفان، وشويه صغيره من السكر. ومكسرات لو بحب اي نوع مكسرات، نفضل هنا انها تكون ممكن اللي هو عين الجمل او الجوز، حطه كله مع بعضه هنا. وعشان امسكهم مع بعض بحتاج احط حاجه تمسكهم، بس مش هنحط بيض، ممكن الزبدة تكون كافية. وأتخيل إن أنا باكل الحاجة ديت، ممكن لو سيريال، لو عندي كورن فليكس، لو عندي أي نوع من السيريال ممكن أكسره وأحطه عليهم مباشرة، بس هنحط حتة صغيرة هنا من الزبدة. وبنخلط كل دول مع بعض وبتبقى هي ديت العجينة اللي هستعملها. فأنتوا تخيلتوا اللي أنا قلته، إن لو عندكم قطعة من الكيك كان ممكن تأدي نفس الغرض، وممكن أحط عليها شوية من سكر البني أو اللي هو السكر الأبيض، بس ما بستعملش سكر البودرة عشان عايز دوت يتحمر لما احطه في الفرن. ديت بتكون شكل العجينة، نحطها هنا هوت فوق الطبق اللي احنا عاملينه، وبيبقى فيه سائل فيها على اساس ان دي بحطها في قلب صاج وادخلها الفرن. لما بحطها في الصاج وادخلها الفرن بتحتاج انها تستوي، مش هنا هوت، بتحتاج انها تستوي. والسبب اللي بحطها في الصاج ده ان كل السائل هيغلي ويطلع لفوق، واللي فوق دوت هيستوي، وبتكون لسه هي مستويه، يعني دوت بيكون شكلها لما بتغلي بتنزل على الجناب وبتكون لسه سخنه. يعني ديت لما باجي اقدمها ممكن نمسكها هنا نرفعها، ومش بشيل اللي فيها، يعني بخلي الشربات اللي عليها دوت، وممكن احط عليها يا اما ايس كريم يا قطعه صغيره هنا من الكريمه اللباني. يبقى اذا حاجه سهله سريعه، مش محتاجه لا وصفه ولا محتاجه مقادير. ممكن استعمل شويه سيريال، او ممكن لو عندي قطعات الكيك ممكن بقطعها وبحطها بالتوت او بالفراوله طازه او مجمد. جربوها ان شاء الله تخلي يومكم وصباحكم اطيب.